السلام عليكم. أفادت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، اليوم السبت أن الأجواء ستكون مستقرة إلى غاية الساعة 10 من مساء يوم الاثنين، حيث سيشهد دخول الاضطراب الجوي من شمال أوروبا نحو المناطق الوسطى وحتى الغربية، كما ستكون كمية الأمطار معتبرة عبر كل من العاصمة البوليدة تيبوزا جلف مستغانمة وكذا ولاية وهران، في حين من المرتقب أن تكون الأمطار غزيرة مساء يوم الاثنين إلى غاية صبيحة الثلاثاء في كل من ولاية مستغانم، إضافة إلى شلفتي بازا المدية العاصمة بومرداس البويرة تيزي وزو، حيث ستصل كمية 40 ملم محليا. وللإشارة، أدى الجزائريون صلاة الاستسقاء صباح اليوم السبت بداية من الساعة 10 في كل المساجد في ربوع الوطن، متضرعين لله عز وجل أن يرزقنا الغيث والأمطار النافعة.